بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إذا أحببت قل هو الله أحد أحبك الله، وأبشركم أن من قرأها مرة واحدة كأنما قرأ ثلث القرآن. أبشركم حتى وصل الله سلم احشدوا للصحابة، اجتمعوا، يعني ادخلوا اجلسوا، لأنهم كانوا معه في الجهاد، في التعليم، في التربية حوله رضي الله عنهم وجزاهم الله خير على الإسلام. قال سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. قال بعضهم ما يمكننا الوقت، دنا الظهر. وقال بعضهم كيف يقرأ علينا صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن؟ فجلسوا فقرأ صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد حتى ختمه. قال هذه ثلث القرآن. قام أنصاري دخل الإسلام مبكرا ولكنه لم يحفظ شيء من القرآن، فقام من صلاة العشاء إلى قرب الفجر يكرر في الركعة قل هو الله أحد. فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا مسكين فلان ما يحفظ يا رسول الله إلا قل هو الله أحد. قام يرددها حتى أصبح، قال والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن. أبشركم أني وجدت بعض الصالحين في الرياض وفي غيره يقرؤون قل هو الله أحد 100 مرة ورد لهم، ومنهم من يحافظ كأمثالكم من الصالحين 3 مرات صباح وثلاث مساء، لكن كلما زدت فهو خير لك. يقول الشوكاني كان عندنا عالم لهج بقل هو الله أحد ليلا ونهارا على جنبه وواقفا وقائما، فإذا أبصره الناس سمعوا قل هو الله أحد على طرف لسانه. وذكر صاحب صفة الصفوة وحلية الأولياء لأبي نعيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في تبوك، هذا ما يروى، فمات رجل في المدينة اسمه معاوية بن معاوية الليثي، فأخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك في الغزوة، قال لقد حضر 70,000 ملك جنازة معاوية بن معاوية الليثي صلوا عليه. قالوا قال صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعمل؟ قال كان يقرأ قل هو الله أحد قائما وقاعدا وعلى جنبه، فصلى عليه 70,000 ملك. يقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا شد حبا لله، يعني أن أهل الإيمان أشد حبا لإلههم الخالق سبحانه وتعالى الكريم من أهل الأوثان لأوثانهم، فجعلنا الله وإياكم من أحبابه ممن يحبهم ويحبونه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. 6-4-7-2 صحيح الجامع. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. اقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.